وتعرفه على تراث الآخرين بيجعل منه إنسان واعي مثقف صاحب قضية ومبدأ. لذلك كتير مهم يكون دايما في أنشطة وفعاليات بتهتم بالتعريف بالتراث وتكون أيضا مناسبة لجميع الأعمار. اليوم حابة أحكي لكم عن المعرض 11 للتراث الفلسطيني للحفاظ عليه بشكل يتناغم مع متطلبات وتطورات العصر. الحديث أكثر معنا على الهاتف السيدة مريم جبر رئيسة مركز التراث الفلسطيني. يسعد مساكي. اهلا مساء الخير. اهلا مساء النور، كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله. ست مريم، يعني بدايه حابه تحكي لنا عن اهداف المعرض ولشو مخططين هاي السنه؟ السنه هدف معرضنا زي كل سنه عرض التراث الفلسطيني في اشكاله المختلفه للجمهور من اجل التذكير والنشر والتعريف عليه كجزء من الهويه الفلسطينيه التي نسعى دائما للحفاظ عليها. وهدفنا الثاني الحصول على مردود مالي يساهم في تحقيق بعض أهداف المركز اللي هي تمكين المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية والتعليم وكمان طرود غذائية، كل شيء بيتمكن المركز منه إن شاء الله لأهلنا في فلسطين. جميل جدا. شو اللي بيميز هاي الدورة عن غيرها من حيث مثلا الضيوف المعروضات؟ بصراحة الأهم مميز لهذا المعرض السنة هاي عنوان المعرض. عنوان المعرض هو حماة التراث. كل حدا اشتغل وما يزال يشتغل سواء بالحاضر بالماضي بالمستقبل على حماية التراث، كل هدول هم حماة التراث. بس احنا بمعرضنا بنركز على دور المرأة في هاي الناحية، المرأة اللي بتقوم بعملية التطريز اللي حيكون معروض بالمعرض، المرأة اللي بتقوم بإعداد الأطباق التراثية الفلسطينية بجودتها الأصلية وحتكون موجودة بالمعرض، والأخوات المتطوعات اللي بيشتغلوا بمركز التراث الفلسطيني على مرور السنين تأسيس المركز وعمله. وما بدنا طبعا نأكد وما بننسى طبعا دور الأخوات المؤسسات للمركز اللي أضحوا حياتهم بالعمل من أجل تحقيق أهداف المركز، وهي تقديم يد العون للأهل في مخيمات سواء في فلسطين داخل أو خارج فلسطين. هدول كلهم هم حماة التراث، وعنوان معرضنا لهدول الجماعة حماة التراث. يعني يعطيكم ألف عافية، أنتوا فخر لكل امرأة بصراحة وأنا أولهم، فيعني شكرا لجهودكم. شو رح يشوفوا الناس في المعرض غير المطرزات طبعا والمواد أو الأدوات الحرفية؟ شوفي يعني هو زي كل معارضنا التراثية، هذا رقم 11 زي ما ذكرتي أنت. نعم. حيشوف مطرزات من إنتاج المركز. مطرزات هي عبارة عن سواد، شالات، شراشف، مخدات، صواني، كل شيء بدخل في التطريز حيكون موجود بالمركز. نعم. حيشوف. تفضلي. هاي المطرزات هي بتعكس واقع حياتنا وتاريخنا فلازم نعرضها. طبعا. كمان حيشوف الأطباق التراثية اللي عدت بنكهة أصلية وبجودة عالية بإيدين سيدات المركز. إحنا بنعمل هاي الأطباق وبنعرضها حتى نحافظ على وجودها وتبقى معانا على مر السنين وتتنقلها الأجيال ويضلهم يعرفوا طعم الطبق الفلسطيني الأصلي حتى يطلبوه حتى يعملوه. تحقيق عم بنحافظ على جزء من التراث. عنا جناح الكتب والمنشورات اللي حتعنى طبعا تعنى بالمواضيع الوطنية والثقافية والتعليمية، وفي جناح خاص للأطفال يعنى بكل ما نشر على علاقة بالقضية. كذلك عندنا قسم إعلام اللي حيشوفوا الزوار للمعرض حيعرض عن مشاريع المركز. في عندنا مشاريع كتير حلوة برضو بالمركز غير التطريز والأطباق التراثية. عندنا مشروع الرزنامة ننتجها كل سنة تكون في لجنة الإعلام، وعندنا مشروع الحصالة. هاي الحصالة هي عبارة عن حصالة بياخدها الطفل في الأردن بيحط فلوس فيها بتروح كعيدية لأطفال فلسطين. فشوف العلاقة الحلوة اللي صارت بين الطرفين. رائع. هذا حنحكي عنه كمان بيكون عرض له في المعرض. عنا مثلا بدها تكون عنا دبكة. الدبكة حتبقى الساعة 5 يومين من ليومين، اللي هو يوم الخميس، لا الخميس ما في دبكة، الجمعة والسبت الساعة 5 في دبكة لفرقة القدس للفنون الشعبية. هاي كتير حلوة ودائما زوارنا بيبقوا يستنوها. عنا حيبقى عرض عن كل جان المركز
كيف آلية العمل، كيف المشاريع اللي هي بتساعد فيها وبتساهم فيها. وفي أشياء كتير حيشوفها، خليها برضو تكون مفاجآت لزوار المعرض. والله شغلات كتير منوعة وجميلة، وحلو إنها مناسبة لكل الأعمار، وفيها إشي ثقافي طب. إشي فني، إشي يعني عم بيعلم الواحد دروس بصراحة. يعني هو معرض لكل أفراد الأسرة، الكل بيجي حيستمتع، حيكتسب إشي وطني، إشي ثقافي، حيشوف إشياء تراثية يعرفها، بدي يتذكرها، وطبعاً بدنا نبيع بالمعرض. طبعا ست مريم، هو المعرض من الخميس ليوم السبت، الافتتاح يوم الخميس الساعة 11 الافتتاح الرسمي. نعم. اللي بده يقوم بالافتتاح نقيب مقاولي الانشاءات السيد احمد اليعقوب الساعة 11 يوم الخميس، واستمر المعرض للساعة 7:30، وعنا الجمعة كمان من 10 الصبح لل 7:30 المساء، والسبت كمان من 10 لل 7:30 المساء. الموقع وين رح يكون؟ نقابة مقاول الإنشاءات اللي بدير بعبدون. صحيح. شكرا لك، يعني بنتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا على الرسالة الجميلة اللي عم تغرسوها في الناس وفي الأطفال أيضا، لأنه يعني هم زي تربة خصبة لكل الأمور الحلوة وهاي الرسائل والوطنية اللي ممكن الواحد يتعلمها. فشكرا لك سيدة مريم جبل، رئيسة مركز التراث الفلسطيني. تفضلي. طبعا سمحتي. تفضلي. أول شيء بدي أشكركم أنتو، فتحتوا لنا المجال نحكي عن المعرض، واجبنا اللي هو افتتاحه يوم الخميس القادم. وكمان بدي اتوجه بالشكر لنقابة مقاولي الانشاءات وعلى سفارة دولة فلسطين في الاردن على دعمهم المستمر لانجاح معارضنا. شكرا لكم. شكرا لك، اهلا وسهلا.